الواقع الحال المرأة العاملة في القطاع الفلاحي اللي هي تمثل العمود الأساسي والفقري للسيادة الغذائية في القطاع الفلاحي، اللي هي تعيش حالة من الاستعباد. رياض العبيدي مشارك على جمعية أتاك في الجمعية العامة الثانية للشبكة المغربية للسيادة الغذائية، مؤتمر ناجح بامتياز. كانت مداخلتنا حول مساهمة أتاك عبر أكاديمية شباب راصد انتهاكات حقوق الإنسان في تأسيس أول نقابة على المستوى الجهوي بسيدي بوزيد وحتى على المستوى الوطني للنساء العاملات في القطاع الفلاحي، نقابة تأسيسية تضم حاليا أكثر من 200 امرأة عاملة في القطاع الفلاحي بسيدي بوزيد وممثلة من مختلف معتمديات الولاية، والاشتغال حول رفع الانتهاكات المسلطة على المرأة العاملة. نعرف اللي فما ترسانة كبيرة من الحقوق اللي يضمنها الدستور والتشريعات الدولية اللي مصدق عليها تونس وأيضا الوطنية، ولكن الواقع الحال المرأة العاملة في القطاع الفلاحي اللي هي تمثل العمود الأساسي والفقري للسيادة الغذائية في القطاع الفلاحي، اللي هي تعيش حالة من استعباد جديد فيما يخص كل حقوقها، من نقل غير آمن وغير لائق للمستوى، التمييز على مستوى الأجر مع الرجل، التمييز على مستوى الصحة والسلام المهنية، يعني مجمل الحقوق اللي متعش بها. وذاك علاش مساهمتنا أنه في تأسيس نقابة مع الاتحاد الجهوي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، باش يكون مفتاح أنه المرأة تكون طرف، المرأة العاملة أولا تكون طرف في الحوار الاجتماعي، وثانيا أن هي تعمل في إطار التنظيم هذايا كنقابة على وتمارس حقها في التنظم لمحاولة رفع الانتهاكات للتحرر. وهذه تجربة تنجم تتعمم في بقية الولايات الجمهورية، خاصة المناطق الفلاحية واللي الوضعيات معناها متشابهة، في ظل تخلي الدولة، خلينا نقولها تخلي الدولة على مسؤوليتها في رفع الانتهاكات. وهذه مناسبة في الجمعية العامة الثانية للشبكة المغربية للسيادة الغذائية، مناسبة باش نوصلوا صوت للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي وتكون عندها حضور أكثر، والتنسيق مع الموجودين والضيوف أنه العمل في إطار التشبيك ضروري ولازم لرفع الانتهاكات بطبيعة الهدف الأسمى اللي هو ما يتنجم تحقق سيادة غذائية في الوطن العربي والمغرب الكبير إلا ما يكون صاحبة الحق تتمتع بحقوقها.